فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. وبارك يا سيد. يا إخوتي، اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة كما أطعتم دائما، لا في حضوري فحسب، بل بالأحرى وبالأكثر الآن في غيابي. فالله هو الذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته. افعلوا كل شيء بغير تذمر وجدال، لكي تصيروا بسطاء لا لوم عليكم، وأبناء لله لا عيب فيكم، وسط جيل معوج ومنحرف تضيئون فيه كالنيرات في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخار في يوم المسيح بأني ما سعيت ولا تعبت باطلاً. لو أن دمي يراق على ذبيحة إيمانكم وخدمته لكنت أفرح وأبتهج معكم جميعا، فافرحوا أنتم أيضا وابتهجوا معي. والتسبيح لله دائما. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن إلى لقاء العريس، 5 منهن جاهلات وخمس حكيمات. فالجاهلات أخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنية مع مصابيحهن، وأبطأ العريس فنعسن جميعهن ورقدن. وفي منتصف الليل صارت الصيحة: هو ذا العريس، اخرجوا إلى لقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى كلهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفيكن، اذهبن بالأحرى إلى الباعة وابتعنا لكن. ولما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس، ودخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت العذارى الباقيات وقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق الحق أقول لكن، إني لا أعرفكن، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. حقا والأمان لجميعكم. إخوتي، نحن اليوم بالأحد الخامس بعد الصليب. هالأحد بيعطينا يسوع مثل العذارة. مثل العذارة بشدد على السهر والاستعداد لمجيء الرب مهما تأخر. الرب يسوع هو العريس، والمؤمنون المنتظرون مجيء الرب هم العذارة، وزيت المصابيح هو الحكمة في التصرف والعمل بإرادة الله ليكون المؤمنون عندهم نصيب، هو نصيب في الملكوت مع يسوع المسيح ربنا. آمين. هو ابنك دوما يكفر عنا كما قد فدانا بنوع عجيب. أما قد
تجسد طوعا وأجرا، دماه زكية فوق صليب، دماه زكية فوق صليب.